صفه الوضوء. نعم. يوضع الدرك هنيتا ما انه ينقل ينوي بقلبه بلبو يسبع يسمي يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم العاد يغسل الكفين ولات مدافعتين يطوال استحبابا ما تقول وتوجد الا اذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه ان يغسل الكفين 3 مرات قبل ادخالهما في الاناء نجر جم مستحب من لو حد زنبرو لا تنيا سو تنيت ولا تنسى سو غير كوها يتنك وضل ميارج سو متتابع لبت 3 غدي كوها كمسوق بست ياخذ حفنه من ماء بيده اليمنى كوها تانكر ليزنون دي هادرغو وين بوان بو بجوتو يدخل الماء في فيه تاتوت وها ياسقبانو بافو ويسحب الماء بمنخريه ودافن تاولي سنه ثم يدير الماء في فيه دافن تاولي أزواجه يمج الماء من فيه دافن تاولي أسطانه ويستنثر بأن هواء يخرج الهواء مع استعمال اليد اليسرى ينفق بقراجو بعلن يفضلوا ثم بعد هذا يغسل الوجه لا تتكلم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد او من منحنى الجبهه الى اسفل الذقن طولا من منحنى الجبهه الى اسفل الذقن طولا برزمات كانت أول ما باقيا واستديم وباقيا لأدب ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا هو الوجه تحصل به المواجهة تجروا واستجروا درس لأدب هي في تلكو هنو مع ما استرسل من اللحية يمويا زكا لو انت أمر الله ما تبادل مرة أو مرتين أو 3 مرات عندك زيوي ولدك زيوي شوستك ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين لا يكفي غسل الكفين الأول هنا غسل فرض لابد أن يغسل كامل اليد من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين ولا يغسل العضد نعم استمتع الرشاو دراس ايهم بتشاو يقول ما تغل اي ملكته اليد اليمنى ثم اليد اليسرى اي من جنوها لا قادر ثم يمسح لا يغسل الرأس صابر متابة سنة دبات هاي التأثير يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه فراسو بستكت جمرو استمتع الرشاو دراس يقوازها ثم يعود مرة أخرى يمل سؤال عندي أرجو يعبسه ويمل سؤال ويدخل سباحتيه النبيهن تعطوك كل أسقبا جروه في صماخي أذنيه جروه قدادا ويمسح بالإبهام ظاهرهما بأورا تعطوك يجرون إن وقت ما بس ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين أن يجرون استقرتم تقوم على النبات ثم اليسرى مع الكعبين كذلك ثم يستحب أن يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فنبيات يمت عليه الصلاة والسلام دعاء يعني النبي الوضوء في جرسي وودده